اللي كيخصنا في هذه المدينه هذه وهو اول مرتين رجال الامن. الامن المدينه في عمران كبير والمدينه كبرت بزاف كبرت بزاف، يعني ضروري خاص يخص الامن رغم مجهودات ديال الشكر. نشكروا رجال الدار كيقوموا بواحد المجهودات اللي هي جباره، ولكن راه ما كاينينش بزاف، ما حلتهم الطريق، ما حلتهم الشكايه ديال الناس، ما حلتهم هنا، يعني احنا عادرينهم، ولكن كنطلبوا بالامن لحقاش احنا ديما كنطلبوا بالامن في هذه المدينه هذه. صراحه المدينه كتفتقر العديد من المرافق العموميه، من بينها مستعجلات اللي ما كتوفر على حتى شي مستعجلات في مدينه الدروه، مع انه المجتمع المدني والمواطنين كافه كيطالبوا باحداث مستعجلات في مدينه الدروه تفاديا للمواطن انه يتجه نحو مدينه بسيط او مدينه الدار البيضاء اللي كتعرف واحد الاكتضاد كبير من حيث المواطنين. اللي كنطالبوا هو بمستعجل اللي هو اول من الاولويات اللي خاصه يكون مستعجل يكون واحد في هذه المدينه، ما كاينش المدينه كلها هذه المنطقه ما فيهاش مستعجل، واحد غير الا ضرب صبعه ولا شي حاجه ولا بالليل وقت اللي شي حاجه بالليل خاصو يمشي للسبيطار، ما كاينش خاصو يمشي للمستعجلات برشيد، يعني ملي خاصو يمشي لابيلانس كيكون عليهم الضغط حيت المدينه كبيره كيكون الضغط سميتو كيبقى يتسنى شحال باش كتجي لابيلانس عاد باش غتهزو غدير البرشيد، يعني ضروري خاص يكون مستعجلات كتجي مراه هنا دار الولاده، عندنا دار الولاده هنايا وحده اللي كاينه، ولكن هذيك دار الولاده ما خداماش، كتجي المراه هنا تيقول لها سيري للبرشيد، كتمشي للبرشيد كتجي المراه كتوجع وكتغوت كيقول لها سيري للبرشيد. فعلا هذا المشكل غنطالق النقطه الاخيره هي الامن، لقد تعاقبت المجالس صراحه على هذه النقطه، وتعاقبت الحناجر والمنابر على المطالبه في هذه النقطه ان شاء الله، وتعالت الاصوات داخل البرلمان بالاسئله الشفويه من جميع البرلمانيين بجميع الاحزاب وجميع المجتمع المدني المطالبه هذه ومطالبه بالمفوضيه الشرطه، لا نعلم السبب، ولهذا نطالب من هذا المنبر ان السيد مدير ديال الامن الوطني يرى في الذروه انها تصل الى حد الان الى 100,000 سكن، ونطالب بالمفوضيه بالحاح. ثاني حاجه قطاع المستعجلات، من خلال هذه الدوره طالبنا بالحضور ديال مندوب الصحه الذي في هذا اليوم لم ياتي لمده الجلسه الثالثه، ما يعني انه لا يعني بمدينه الدروه. من خلال هذا المرة نطالب السيده المسؤولين على وزاره الصحه ان يروا ان المدينه قيل الكثير ان جميع المستوصفات لا توجد في الخريطه الصحيه، ومن خلال هذا المقر ديال البلسم راى ان المندوب ديال الصحه قال لك ما كاينش في الخريطه الصحيه، لهذا اعطيناه المؤسسه على الاقل باش يشتغلوا فيه تغريب هذه الجمعيه هذه، والناس ديال وزاره الصحه راسلناهم وكان مارشي داز كانت صفقه خصيصا بالمستعجلات، راه غادي نعاودوا نرولونسيوها، كيطالبونا بان كندوزوا الصفقه المستعجلات في المركز في المستوصف المركزي، وطالبونا بالتصاميم رغم اننا راس الصفقه داز وداك الشيء، يعني تاخير من وزاره الصحه بالخصوص صراحه للتشخيص ديال مدينه الدروه، بزاف المرافق خاصه هذه المسائل هذه، الوقا المدينه لا سينيسا الشرطه المحليه مفوضيات الشرطه لا سينيسيس القباضه، هذه المسائل كلها كنطالبوا بها في جامعه الدروه لتقريب جميع الادارات من المواطن. صراحه قال المدينه الدروه كنعرفوا واحد النمو ديموغرافي، وماشي الوافدين، بلا ما نقول الوافدين، سكان المغرب يتجهون نحو الدروه سواء من الدار البيضاء او سطات او برشيد. كنطالبوا باسواق نموذجيه، اسواق نموذجيه للخضاره، كيجيو الناس اللي كيستثمروا في هذه البلاد هذه، يعني ما كيوفروش بعض الاماكن اللي يديروا فيهم اسواق الخضار واسواق كسوق، ما كيوفروهمش، كيضطروا الناس كيجيو للشارع وكيديروا كرارس في الشارع وكيبيعوا ويشريوا، وهما اللي منمين المدينه، حيت الا ما كانش هاد الناس اللي غيبيعوا الخضره الناس راه غيضطروا غيمشوا لاتجاه اخر ويكون مشاكل في هذه المدينه هذه. كنطالبوا بتشغيل الشباب، راه الشباب مسكين راه ضايع، راه الفقر مسكين، راه الفقر علينا كاملين، راه الانسان الحالي دابا راه كاين شباب الا مشى خدم راه غيهز عائله، غيخلص الضو، غيخلص الماء، غيخلص الكرا، غيخلص المصاريف والمواد الغذائيه في ارتفاع الاسعار، اللهم هذا منكر. كنطالبوا من السيد رئيس جماعه الدروه والعامل والقائد والجميع المسؤولين باخراج المرافق التجاريه والاسواق النموذجيه الى الوجود. خلال هذه الفتره قليله استطعنا اننا نجمعوا واحد الفائض اللي ما جمعتوش الجماعه صراحه مده طويله، هو واحد 1.45 مليار، وتم التوجيه ديالو
حرصنا أن تم تسجيل البرمجة خلال هذه الدورة في الشقين، الشق الاجتماعي والشق الاقتصادي. الشق الاجتماعي يعني بالعنصر البشري داخل مدينة الدروة، العنصر البشري من المعاقين والصحة والماء، والماء الصالح للشرب. أما الشق الاقتصادي أن اقترحنا أننا غادي نديروا برمجة ديال الباعة المتجولين، بالخصوص لحق نشوفوا هذه الآفة أننا غنأهلوا واحد الربعة ولا ثلاثة ديال أسواق القرب، أسواق القرب بواحد الشكل ما يمكنش أن نحلوهم ونسدوهم في نفس الوقت. غنراعيو أن لاحظ لنا شي أسواق قرب يكون محل عند الشخص كما كان نوعه لكي تجري في الخضار، في السماك، كيف جميع أنواع الخضار، أنه يأخذ محل داخل سوق القرب على الأقل باش يكون عنده المحل ديالو ويمتلكه إن شاء الله ويساهم من خلال المربر. كنظن أن جميع إخواننا هادو من النوع اللي أنا كنتقدوا منهم أنهم دائما من هذا المنبر كنراعيهم أن انطلقنا واحد الحملة ديال النظافة هذا الأسبوع من أجل المدينة النظيفة، وأنه يساهموا معنا كذلك بعد الباع بعد أنه يبيع ويشتري وهذا الشيء يساهموا معنا في النظافة ديال المدينة إن شاء الله. كنطالبوا بالإسراع في تفعيل أو إحداث المركز سوسيو رياضي بمدينة الدروة خصوصا بالمسيرة. صراحة إحنا بدورنا كنطالبوا بإحداث هذه المرافق والاستعجال في الإحداث ديالها للنهوض بمدينة قريبة بمطار محمد الخامس، تتواجد زعما من ناحية الموقع ديالها موقع استراتيجي، لكن كيطالها بزاف ديال كما كنقولوا الانتظارات. كنلتمسوا من رئيس الجامعة ديال الدروة كمال الشرقاوي ومن معه من أعضاء باش يديروا نقطة مدرجة بدورتهم من أجل تشغيل الشباب العاطل الذي يريد مستقبله، ولكن مع حرمان هذا المشروع وهي أسواق نموذجية رصدت لها ميزانيات، يجب تجهيز هذه المرافق وهذه الأسواق النموذجية لأغلبية ساكنة كتشاكي تجار يشكون ناس محصية ناس كانت عندها محلات تجارية. كنطالبوا من السيد رئيس الجامعة ومن معه من أجل إخراج المرافق إلى الوجود. العيش داخل مدينة الدروة يجب بزاف المرافق تكون. الحمد لله المرافق الخاصة أشكر من خلالها المستثمرين التي يقوا في المدينة أنهم وضعوا بزاف الاستثمارات ديالهم داخل المدينة من مطاعم، من مدارس خاصة، من ستاسيون سيرفيس. الحمد لله تم واحد المسكو ديال واحد السوق ممتاز ذات شهرة داخل المملكة، لدى عندك الإشهار ديالو أنه تم توا ترخيص له باش يوضع تامس أسواق ممتازة، أسواق كبرى لوضع ديالو واللمسة ديالو في المدينة الدروة. ومن أجل استكمال أو استقطاب أو بناء على السؤال ديالك، أول حاجة كنراعيو ليها واللي كنطمحوا ليها أكثر هي المساحات الخضراء والإنارة العمومية زائد النظافة. المشكلة الذي أتقال مشكلة أتقال الكاهل المجلس هو النظافة. من خلال هذا المربر أوعي أن جميع الساكنة يجب أن تنخرط في هذا القطاع، وغنبداو واحد الحملة تحسيسية خلال هذا الأسبوع هذا باش على الأقل أن المواطنين يساهموا معنا في هذا القطاع ديال النظافة. وداخل البرمجة كذلك تم برمجة آليات كبرى صراحة لم نراها إلا في المدن الكبرى، لقد تم اقتناؤها في المدينة الواعدة الدروة من أجل انخراط نحاربوا هذه الآفة ديال النظافة. والمشكل الذي يعيقنا أكثر هو المطرح. المطرح لقد تم بمعية المستشارين وبعث المجلس مجموع مكونات المجلس أن تم التصويت على واحد انضمام إلى واحد المؤسسة ديال البيئة في إقليم النواصر. نتمنى أن نرى أن الجامعات تقبل بنا إن شاء الله من أجل نحبسوا من قول لحول الأزبال في هذاك المطرح العشوائي صراحة الذي تأسف إليه والمدينة لا تستحق هذا إن شاء الله. هذا هو واحد المطلب من سميته هو المطرح الإقليمي، راكي يشتغل عليه السلطات الإقليمية باش إخراج جميع الجماعات اللي كانت تحت إقليم برشيد باش يلحوا في زبن إن شاء الله.